ماذا لو انتهى غاز الهيليوم من العالم؟ كلنا عارفين غاز الهيليوم، لكن للأسف معروف لدى كتير من الناس باللعبة الشهيرة جدا، الناس اللي هي بتحط غاز الهيليوم داخل البالونات عشان ترتفع لأعلى جدا جدا في الأفراح والمناسبات. فالبلالين الطائرة في الهواء بغاز الهيليوم تقريبا دي معرفتنا الأساسية أو معرفة بعضنا الأساسية عن غاز الهيليوم. البعض في لعبة مسلية انه يستنشق غاز الهيليوم، صوته يتغير تماما، تلاقي صوت تاني قطعا مثير للضحك، زي ما هنشوف بعد شوية في تقارير لبي بي سي عن احد الضيوف من نجوم الفن العالميين اللي استنشق غاز الهيليوم، ودي بتغير صوته بطريقة تثير الضحك. لكن الحقيقة غاز الهيليوم مش للتسلية بس، مش ان الناس تطير بيه بالونات في الهواء ولا تغير بيه صوتها وهي بتهزر مع بعضها، لأن غاز الهيليوم أساسي في الطب، في أجهزة الرنين المغناطيسي، وأساسي في الطاقة النووية. وغاز الهيليوم في العالم موجود بكميات محدودة، ولو انتهى غاز الهيليوم في العالم معناه أن أجهزة الرنين المغناطيسي مش هتعمل، وحاجات تانية تكنولوجية نووية مش هتعمل نتيجة انتهاء غاز الهيليوم. العالم بيستهلك سنويا كمية من الهيليوم تصل إلى 8 مليار قدم مكعب من الهيليوم. لكن كل احتياطي العالم كام؟ احتياطي العالم قليل جدا، حاجة و50 مليار قدم مكعب من الهيليوم. وده معناه طبقا لمواقع منها ساسا بوست إنه ممكن بعد كده نلاقي نفاذ الهيليوم في العالم. علماء من جامعة أكسفورد في تنزانيا عملوا تجارب كتيرة جدا، نجحوا في النهاية ان هم يطلعوا او يصلوا الى مناطق صخرية فيها غاز الهيليوم يقدر يمشي العالم عدة سنوات قادمة. غاز الهيليوم اسمه الكيميائي العلمي H2 والعدد الذري 2، والغاز ده موجود في الصخور العميقة، بيطلع مع الغاز والنفط. يعني اثناء واحنا بنستخرج بترول او غاز طبيعي بنلاقي غاز الهيليوم بيطلع مع الغاز الطبيعي او مع النفط. طبعا لو انت سبته هيتطاير لغايه ما يوصل للفضاء، فبيتم تكثيف ذلك والحصول على غاز الهيليوم. لكن ده بدا يقل في العالم. في تنزانيا بقى وصلوا المناطق فيها براكين، فلما يحصل براكين او حركه تحت القشره الارضيه ولما يكون في تكتلات صخريه كبيره جدا بيتم طرد أو خروج غاز الهيليوم، بالتالي بيتم العثور عليه. في كل الأحوال غاز الهيليوم مهم جدا في الطاقة النووية، مهم جدا في الأجهزة الطبية ولا سيما أجهزة الرنين المغناطيسي. الأطباء بيحذروا إن لو انتهى في العالم ده هيكون خطر كبير قدام، هيوقف كل هذه الأجهزة، وبالتالي هم بينشدوا كفاية الناس تطير بالونات في الهواء، وكفاية تهزر فإنها تغير صوتها باستنشاق غاز الهيليوم، لأن الطب والإنسان في أمس الحاجة إلى ذلك الغاز الذي أوشك على النفاذ.